للمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الناطق الإعلامي باسم حملة حقنا كامل الدكتورة سوسن كمال. بعد التحية، كيف تابعتم آخر التطورات بخصوص ما ورد في التقرير الفرنسي من حجج قانونية ورد وزير الخارجية الذي أكد بأنها تستقيم مع مبادئ القانون الدولي؟ نعم، شكرا. نحن في حملة حقنا كامل، وهي تمثل تحالف لمنظمات حقوقية بحرينية مع منظمات دولية. هدفنا إعادة الحق المسلوب من قطر إلى مملكة البحرين، وإعادة إجراءات من شأنها إعادة ترسيم الحدود مع دولة قطر لاستعادة حق سيادة البحرين على مناطق الغاز الطبيعي التي سلبت منها بعد محكمة العدل الدولية، والتي شابتها الكثير من الثغرات. وبالمناسبة، فإن عوائد مالية كبيرة متوقعة من استعادة المملكة لحقوقها التاريخية، وستنعكس إيجابا على الإيرادات والاقتصاد الوطني. وكان يجب اتخاذ إجراءات صارمة بحق العدالة في ترسيم الحدود، وإن تقديم وثائق مزورة من المفترض أن يأخذ مسارا لصالح البحرين بحقها في هذه الأراضي. وعلى هذا الأساس، فإن الدلائل الواضحة والبراهين الجلية تبين أن وضع قطر يدها على فشت الديبل من خلال وثائق غير حقيقية قد جعلها تسلب حقا من حقوق مملكة البحرين، وتستفيد من الموارد الطبيعية بطريقة يشوبها الكثير من اللغط والتلاعب. لذلك تحالفنا يطالب على أهمية إعادة النظر في قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت في العام 2001، وإعادة مليارات الأمتار من الغاز الذي سلبته من البحرين لصالح قطر. كما أننا ننوه إلى أهمية تجويل التقرير القانوني الفرنسي والاستفادة منه في إعادة طرح القضية للتداعي مجددا أمام العدالة الدولية، والتي يجب أن تتأنى وأن تبحث جيدا وأن تأخذ بجميع المعطيات التاريخية المثبتة والتي لا يمكن إنكارها، خصوصا مع السلوك القطري المنبوذ بتقديم وثائق مزورة. نعم، حدثينا أكثر عن حملة حقنا كامل والأهداف المتعلقة بهذه القضية تحديدا. نعم، نحن نؤيد وندعم موقف مملكة البحرين وتصريح وزير الخارجية ردا على سؤال برلماني مهم، حيث أكد على أن مملكة البحرين تتابع ما ورد في مقال الصحيفة الفرنسية من حجج قانونية، ونحترم قرارات الشرعية الدولية دون الإخلال بحقوقنا التاريخية الثابتة، وأن مملكة البحرين تحترم قرارات الشرعية وحكم محكمة العدل الدولية دون الإخلال بالحقوق التاريخية والقانونية الثابتة للمملكة، وذلك استنادا إلى مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة، ووفقا لما ورد في القانون رقم 8 لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة. لذلك نحن كتحالف ننسق الآن كافة جهودنا وعلاقاتنا الحقوقية العربية والدولية لأجل تنظيم برامج وأنشطة لتأكيد حق مملكة البحرين في استعادة سيادتها البحرية، والطعن في السلوك القطري المتكرر في الاحتيال على القوانين الدولية وتزوير وانتهاك الأعراف. ونحيط جميع المهتمين بأنه قد ذهب اليوم المنسق العام للحملة وهو الأستاذ فيصل فولاذ لأجل عمل لقاءات حقوقية وقانونية لهذا الهدف، ونبشركم بقرب توقيع التحالف لاتفاقية مع المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان في لندن، وذلك سعيا لحفظ حقوق مملكة البحرين وضمان مستقبلها الاقتصادي المستحق. نعم، الناطق الإعلامي باسم حملة حقنا كامل الدكتورة سوسن كمال، شكرا جزيلا لك.